هو عرس ثقافي كبير يتجدد موعده في كل عام. مبادرة القوافل الثقافية حطت رحالها في منطقة قدفة بالفجيرة لتكون بذلك أولى القوافل في هذا العام لتكمل مسيرة التلاحم الوطني في صورة فنية وثقافية لها قيمتها الاجتماعية الأصيلة، فهي تظاهرة شعبية للتعريف بتراث الآباء والأجداد في هيئة حضارية مشرفة. هذه القوافل هي تأكيد وتعريف تراثنا وماضينا وتعريف الأجيال الصاعدة أيضا ما كانت عليه حياة آبائهم وأجدادهم، وأيضا هي تظاهرة اجتماعية تهدف إلى إظهار الماضي والحاضر وأيضا تطلعات المستقبل في الدولة من مشاريع تنموية، وتدل على أيضا تعاون الجميع من مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة، وكلها تهدف إلى خدمة المواطنين. وبرز من خلال الفعاليات التي بلغ عددها 128 فعالية اهتمام أهالي المنطقة وخاصة الشباب والناشئة بالعديد من الفعاليات التي كان أبرزها المسيرة البحرية التي عكست أصالة الموروث الثقافي لدى أهالي المنطقة وعبرت عن التلاحم بين القوارب في مسيرتها، إضافة إلى العروض التراثية المتنوعة التي دائما ما تكون في مقدمة الفعاليات الثقافية التي تعطي روحا خاصة ونكهة لا تزول لذتها مع انتهاء الحدث الثقافي الزاخر بالتراث الأصيل والشامخ. نخلي بس ان الأهالي يجتمعون في مكان واحد مثل ما قلنا، واللي ما يعرف الثاني يتعرف عليه، يعرفون ويكونون قريبين من فنوننا الشعبية. نحاول قدر المستطاع ان نحن يكون في تواصل بين أبنائنا، خاصة احنا مختارين مثل ما انتم ايضا عارفين الخميس والجمعة في وقت ان ما في مدارس. يهمنا كثير ان في وجود اليوم عيالنا والاجهزة الالكترونية المختلفة اللي هم طبعا حتى في البيت الواحد ما يرمس الثاني، يجون يتجمعون هنا وعلى الاقل يصير في حوار بينهم ويصير في تواصل بين عيالنا على الاقل. وحققت القوافل غايتها السامية بان يكون المواطن ومتطلباته اولا من خلال توفير ما يحتاجه لعيش حياة كريمة، فجاءت مشاركة أكثر من 130 جهة اتحادية ومحلية ترجمة لقيمة التعاون بين كافة الجهات المشاركة التي تكاملت فيما بينها لما فيه خدمة مواطني المناطق البعيدة. ومن أبرز هذه الخدمات تلك التي تقدم من قبل الهلال الأحمر الإماراتي لإجراء الفحوصات الطبية لخدمة أكثر من 3000 شخص من سكان المنطقة. تأتي مشاركة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث من خلال عدة عيادات متواجدة في موقع الهلال الأحمر، عيادة الكبد الوبائي وعيادة الضغط الدم والأمراض المنقولة وعيادة التدخين وغيرها من العيادات التي تنشر الوعي. ولاقت هذه المبادرة المجتمعية إقبالا كبيرا من قبل كافة شرائح المجتمع في المنطقة، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود مثل هذه القوافل الثقافية التي تنمي الفكرة بالثقافة وتسقل المواهب الكامنة لدعمها. فعاليات وايد يعني مميزة، حيث أول تجربة لي هني اشتركت فيها وساهمت فيها وايد من قبل جامعة الإمارات العربية المتحدة، وحبيت التنظيم، حبيت الأشياء اللي يسوونها. والله فعالية مميزة صراحة وفيها فكر مميز، مشكورين على الجهود المبذولة صراحة وزارة الشباب ثقافة وتنمية المجتمع. إذن هي انطلاقة مميزة للقوافل الثقافية في عامها الخامس على التوالي، كونها فرصة مثالية للتواصل مع أهالي المناطق البعيدة في الدولة بصور احتفالية. مجتمعنا أمانة عنوان ترجم هنا في القافلة الثقافية، كونها من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى نشر ثقافة التواصل في المجتمع، حيث تستمد مبادئه من روح الوطن الواحد. لأخبار الإمارات من منطقة قدفع في الفجيرة، يوسف كانو.